السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد للعبة Elden Ring. في الفيديو اللي راه غلبنا الجنرال ودان ورايكارد، وهالفيديو ان شاء الله بنغلب التنين الاسود والفاير جاينت ان شاء الله. اذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك الفيديو. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي بسم الله نبدأ بهذا الباص. هذا التنين منطقته والموسيقى حقه مرة ممتازة. أنا ما أذكر أنه صعب بس يعني شوي مزعج. Here we go. Okay, damage ممتاز. لا 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 اوكي نايس. نايس اوكي محاولة أولى ممتازة. تصميم 10 على 10. Come over here boy. Nice. بس مرة بس مرة خليني اضربك. اوف وش سوي؟ ما شفتك اصلا. Nice. Easy.
اوكي الان جاء وقت الفاير جاينت. هذا يعتبر صراحة باص مكروه في اللعبة، ما احد يحب هذا الباص قليل يعني، مو كويس بس مو سيء، ما اشوفه سيء. اوتش نايس. Come over here, boy. كده هنا نايس. One more time. Round 2 easy صراحة، بس الراوند 2 هو الصعب عنده، أو الفيز الثاني. Here we go. ناسي أنا الأتاك الأول أسويه. Come over here. Can I damage Gary? Come over here, boy.
فكر تسوي هجوم ثاني. ما انك حيوان. اوتش. اوكي بس ثاني مسيء. ابغى لي بس اتقرب لي واسوي له الهجوم الخاص. تحمست. بابا اوكي هاي 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 فرصة فرصتنا. ترى لاحظني غلبته في محاولة واحدة. صراحة أنا ما أشوفه من أصعب الباصس باللعبة. هو في صعوبة أكيد. ما شو اسمه. بس يعني ما أشوفه إنه مرة صعب. إلا تكون صبور وما تستعجل تغلبه بسهولة. الحين خلونا ننهي الفيديو بهالكاتسين الجميل. أحب هالكاتسين أنا. يلا يا ميلانا. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Yes, let's go. My hand rest upon you. Burn the earth tree. You shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you.
thank you for guiding me here. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. اوكي وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، وان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد من Elden Ring. يلا مع السلامة.